السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناة لداتيز. مثل ما شايفين عنوان المقطع اليوم هو يوم كامل باللون الزهري. فاليوم لازم يكون كل شيء زهري، حتى العطر، الشنطة، التيابنا، البوط. بيصور لكم الاوتفيت بعد شوي. بدك عطر يا جماعة؟ اليوم شوب بشكل شان هيك، لانه شوب يبغى نكثر عطر. واو، سبح فيه لانه مو عطرك. كمان لازم ما تنسي تحط ستين سبراي لونه زهري. لونه زهري، مية ورد. حاسة حالي اليوم طفلة بهالتياب. ايه، وبالبينك كله بينك. صح، الايشادو والحمرة كل شيء، وكثرنا بلاشر. اليوم نحن بالقرية العالمية لانه حسينا انه حنلاقي كثير اكلات بينك وهيك اشياء. لا، ما حسينا، نحن متأكدين حنلاقي كثير شغلات بينك، وخاصة رح ناكل بينك صوص باستا. يا رند، من كم يوم عم تحكي لنا نروح القرية ناكل بينك صوص باستا ونصور اللون الزهري. يا جايز، شو الحل؟ انا مو متغدية وما في شيء غير بينك باستا هلا ببالي. ممكن يكون في شيء ثاني؟ هي عم تقول انه يمكن نلاقي برجر ملون، بس ما عرفانين شو في شغلات ثانية لونها بينك ممكن ناكلها. فهلا حنروح ندور بشارع الاكل. ما بتوقع انك رح تلاقي، خليكي جوعانة. لا والله ما أكله، يا الله. أو أنا نتعشى بينك، مشتي برجر، بدي برجر. يا الله، أو شيء غير الباستا. بحس الباستا ما حيشبعني. احذري، شو أنا هلأ استوعبت إنه اليوم ما فينا ناكل نوتيلا، ولا فينا ناكل كل هدول الأكلات، ولا فرنش فرايز اللي بناكله مع الصوص. يا لازم نعمل يوم أصفر ويوم أسود. بس خلاص القرية رح تسكر، هذا آخر أسبوع. هلا قعدنا بمطعم طلعت بينك باستا. ان شاء الله بتكون اكيد بينك، اذا هي بينك باستا. بس احيانا الصوص بيكون لونه مو بينك، بس اهم شيء اسمه بينك. بينك باستا كانك تو ماتش. شفت اظافري الزهريه ولا لسه؟ مليون ساعتك. عم ندور على اشياء نجيبها زهرية، بس كل التياب كتير بشعين، يمكن لانه اخر الموسم. يعني شوفوا مثلا عم نجمع الاشياء الزهرية. شوفوا هاي، طيب شو بذكروكي هدول؟ اختي. لا، بالفيديوهات اللي بنعملها هلا. ساتسفاين. طبعا ما ضل شيء ما اشتريناه، بس ولا شيء لونه زهري يعني، فما رح نورجيكم اياهم. معلش اليوم اخر مرة اظن رح نجي على القرية فيها. شو شعورك؟ بصراحة حتى لو ظلت فاتحة نحن مستحيل عاد نجي، لأنه الجو عن جد بيقرب. بس هلأ رايحين نشتري شي لونه زهري لحتى نشربه، شي يكون بارد. شوفي شي لونه زهري بارد. فريز لونه زهري؟ الفريز ما لونه زهري، لونه أحمر. يمكن بطيخ؟ أحمر ما بعرف. شوفي شي لونه زهري. أحس فريز من مشتقات الزهري مو أحمر. صح، يعني بنعمله فريز مخفف بيطلع زهري. جايت عصير بستر مو بارد. مو بارد؟ لا، بس أخذته من مشتقات الزهري. لا، هذا الزهر شوفي والله عن جد زهر كتير طيب. خليني ذوق، خليني ذوق، خليني ذوق، خليني ذوق. شوفوا أنا بينك، بس رن جابت فريز أحمر. شوف الفرق؟ ما له أحمر، زهري. بلش ماجد مهندس حفلته اليوم بالقرية. اسمعوا. هلا رح نرجع ندور على شغلات البينك. أوه، شوفوا هذا شو لابس. أوه، شوفوا البينك. كان لازم نلبس هيك نحن اليوم. المهم جودي غزلة. واو، بس كثير كبيرة، بدي وحدة صغيرة. روح اجيب وحدة صغيرة. يس، غزلة بنات لونها زهري. تركت جودي، كانت قاعدة بالمطعم مع رفقاتنا، وجاي اخذ لها بالونة لونها زهري. ما بعرف ليش بحياتي ما اخذت لجودي بالونة، بس يلا وحدة من هدول. ما بعرف اي وحدة حاختار. شوفوا هاي كيوت، صح؟ وفي هاي كيوت. اوه، هي نفسها هاي. شوفوا شو جبت لها. رحت شو
جايبة الله يفضحك. شو الله يفضحك؟ هاي إلك ترى. خسي والله إلك. بينك ياه اشتريتها لأنا بينك. يا شوف بينك 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 بوت بينك وشنطة وهذا والميك اب والعطر وكل شيء. ياه ونحن راجعين على البيت قررنا نمل على السوبر ماركت لأنه نشتري شغلات كمان بينك. فشوفي عندنا هون أكلات. هاي كثير أشياء بينك شوفوا. هذول بينك بس ما كلهم بينك فيهم أبيض فما رح ناخذهم. شوفي كمان في تشيبسات بينك. شيبسات شيبسات بينك. في هذا بس نصه أسرع نصه زهري فما بيزبط. لا عادي أحس. غلط غشاشين لونين. فرجين أنت شو لابسة زهري كله لا. ما أنت غشاشة. فرند ليت شي بينك. وصل؟ وصل. أوكي خذيه وكلي أنت. مع نفسك. أوه هذا كثير طيب بس. أحمر. نو لازم بينك. أوه دراجون فروت. جايز هاي ماي فيفرت كثير بحبها. يعتبر بينك صح؟ نو بلا مش قاتل بينك. لا خمري هذا نو. وبعد يومنا الحلو هاد باللون الزهري وكل شي اشتريناه واكلناه باللون الزهري صار وقت نودعكم لانه وصلنا لاخر هذا الفيديو. وسلام.